السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في موقع الوسكول. اليوم بحول الله سنقوم بشرح درس تصريف الفعل المعتل، المثال والأجوف. ما هو الفعل المعتل؟ ما هي أقسامه؟ ما تعريف كل قسم؟ وما هي قواعد كل قسم؟ قبل أن نبدأ بشرح الدرس سنقوم بمراجعة خفيفة للدروس السابقة. قلنا في الميزان الصرفي بأن الميزان الصرفي هو مقياس تعرف به بنية الكلمة وما يلحقها من تغيير، ويتكون من 3 حروف: الفاء والعين واللام. فعل. في درس المجرد والمزيد قلنا بأن المجرد هو ما خلا من حروف الزيادة، والمزيد ما زيد على حروف أصلية حرف أو حرفان أو 3 أحرف. وأحرف الزيادة هي سألتمونيها إلى جانب التضعيف. قلنا بأن المجرد ينقسم إلى مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. أما المزيد فينقسم إلى مزيد بحرف ومزيد بحرفين ومزيد 3 أحرف. المزيد الثلاثي هنا ينقسم إلى مزيد بحرف ومزيد بحرفين ومزيد 3 أحرف، والمزيد الرباعي ينقسم إلى مزيد بحرف ومزيد بحرفين. وكل هذه الأنواع لها أوزانها التي شرحنا سابقا. وقلنا بأن حرف الزيادة كل حرف أو حرفان أو 3 أحرف لها معاني أو المعاني الخاصة بها. وصلنا ثم درسنا بعد ذلك الفعل الصحيح. قلنا بأن الفعل الصحيح هو ما خلا من أحرف العلة، وهي واي، الواو والألف والياء، واي. فكتب مثلا فعل صحيح، لماذا؟ لأنه خالي من أحرف العلة. هذا الفعل الصحيح ينقسم إلى 3 أقسام: سالم ومهموز ومضاعف. السالم هو ما سلم من الهمزة والتضعيف، والمضاعف هو أو بالأحرى المهموز هو ما كان أحد الحروف الأصلية همزة، والمضاعف هو ما كان فيه حرف من جنس واحد. بالنسبة للسالم لا يلحقه أي تغيير، سواء في الماضي أو المضارع أو الأمر. أما بالنسبة للمهموز فتحذف همزته إذا وقعت فاء أو عينا في الأمر، تحذف همزته في الأمر إذا وقعت فاء أو عينا. بالنسبة للمضاعف قلنا بأن قاعدته أن الإدغام يفك إذا أسند إلى ضمائر الرفع المتحركة أو إذا أسند إلى ضمير أنت في الأمر. وصلنا إلى الفعل المعتل. ما هو الفعل المعتل؟ ما هي أنواعه؟ ما تعريف كل نوع؟ وما هي قاعدة كل نوع؟ هذا ما سنتعرف عليه. وسنبدأ بالفعل بالنوعين الأول والثاني: المثال والأجوف. في ملاحظة الظاهرة الإعرابية أتينا بنموذجين: وجد وصام. نلاحظ بأن الفعل وجد فيه حرف علة وهو في أوله. إذن ماذا يسمى الفعل الذي يكون أوله حرف علة، تكون فاؤه حرف علة؟ يسمى بالفعل المثال. الفعل المثال وهو نوع من أنواع أو أول أنواع الفعل المعتل. أما الفعل صام فوسطه حرف علة، عينه حرف علة، لأن العين هي وسط الفعل، عين حرف علة. ماذا يسمى هذا النوع من الأفعال المعتلة؟ يسمى بالفعل الأجوف، لأن وسطه حرف علة. إذا رأينا في تصريفهما سنجد بأن المثال له قاعدة معينة، وهي حذف فائه أو حذف الواو في المضارع والأمر، بينما تثبت في الماضي. أما إذا رأينا الفعل الأجوف وهو الفعل صام سنجد بأن وسطه يحذف، أو ألفه تحذف، أو عينه تحذف. متى؟ إذا اتصل بضمائر الرفع المتحركة أو إذا سكن آخره، في هاتين الحالتين. إذن لاحظوا معي في التصريف: وجد في الماضي، أنا وجدت، أنت وجدت، أنت وجدتي، هو وجد، هي وجدت، نحن وجدنا، أنتما وجدتما، أنتما وجدتما، هما وجدا،
وفي الغائب هما وجدتا، المؤنث غائب المؤنثة. وجدنا، وجدتم، وجدتن، وجدوا، وجدنا. إذن فالواو بقيت ثابتة في الماضي، بينما نجدها محذوفة في المضارع والأمر. لاحظوا معي، أنا أجد، أنت تجد، أنت تجدين، هو يجد، هي تجد، نحن نجد، أنتما تجدان، أنتما تجدان، هما يجدان، هما تجدان، نحن نجد، أنتم تجدون، أنتن تجدن، هم يجدون، هن يجدن. إذن حذفت الواو. في الأمر، أنت جد، أنت جدي، أنتما جدا، أنتما جدا للمؤنث، أنتم جدوا، أنتن جدنا. إذن الأمر في مع ضمائر الخطاب، وجدنا بأن أول الفعل حذف وهو الواو. لماذا؟ لأن الفعل المثال تحذف فاؤه أو يحذف أوله، أو نقول يحذف أوله في المضارع والأمر. إذن هذه قاعدة الفعل المثال. بالنسبة للفعل الأجوف، قلنا بأن الفعل الأجوف ما كانت عينه حرف علة، فعل، العين هي وسط الفعل. إذن هذه العين التي هي وسط الفعل تحذف متى؟ إذا اتصل بضمائر الضمائر المتحركة، أو إذا سكن آخره، لكنها تقلب واوا، أو بالأحرى تعود إلى أصلها في الغائب وفي المخاطب، وأيضا في المتكلم تعود إلى أصلها في المضارع. نعم، إذن صام في الماضي، أنا صمت، أنت صمت، أنت صمت، هو صام، هي صامت، نحن صمنا، أنتما صمتما، أنتما صمتما، هما صاما. لاحظوا معي، لماذا لم تحذف هنا الألف؟ لأنه لم يتصل بضمير متحرك ولم يسكن آخره، إذن لذلك بقيت ثابتة. هما في الغائبة صامتا، نحن صمنا، أنتم صمتم، أنتن صمتن، هم صاموا، هن صمنا. إذن تثبت إذا لم يتصل بضمير متحرك وإذا لم يسكن آخره، وتحذف إذا اتصل بضمير متحرك أو سكن آخره كما سنرى هنا. في المضارع، أنا أصوم، أنت تصوم، أنت تصومين، هو يصوم، هي تصوم، نحن نصوم، أنتما تصومان، أنتما تصومان، هما يصومان، هما في الغائبة تصومان، نحن نصوم، أنتم تصومون، أنتن تصومن، هم يصومون، هن يصومن. إذن لم تحدث إلا مع ضمير النسبة، هن وأنتن. أما في الأمر فهنا لم يتصل أي ضمير بالفعل، لكن آخره ساكن، إذن لذلك حذفت العين، عين الفعل. فنقول أنت صم، أنت صومي. هنا لاحظوا معي، عادت أو قلبت الألف واوا، أو عادت إلى أصلها الذي هو الواو، لأن الأصل في صم هو صاوما. في المخاطبة المؤنثة، لماذا؟ لأنه لم يتصل به ضمير متحرك أو يسكن آخره. إذن فنقول أنت صومي، أنتما صوما، نفس الشيء، أنتما صوما، أنتم صوموا، أنتن صمنا. إذن من خلال هذه الأمثلة كلها لاحظنا بأن العين الفعلي أو الألف تحذف عند اتصاله بالضمائر المتحركة أو إذا سكن آخره. إذن نمر إلى الوصف والتحليل.
ما هو تعريف الفعل المعتل؟ الفعل المعتل هو ما هو الذي تضمنت أحرفه الأصلية حرفا من حروف العلة وايون. هذا هو الفعل المعتل بصفة عامة. فنلاحظ بأن الفعل وضع وقاد يتضمنان حرف علة، الواو في وضع والألف في قاد، ومنها نستنتج بأن الفعل المعتل هو ما كان هو كل فعل تضمنت أحرفه الأصلية حرفا من حروف العلة، وقد يكون حرف العلة في الآخر كسعى وعلى ونمى، لا فرق بين أن يكون في أوله أو وسطه أو آخره. وهنا نأتي إلى أقسام الفعل المعتل، نلاحظ بأنها خمسة أقسام. القسم الأول الفعل المثال، وهو ما لاحظناه في ملاحظة الدائرة العربية، ما وجدناه في ملاحظة الدائرة العربية هو والأجوف. المثال قلنا هو ما كانت فاءه حرف علة ويكون واويا أو يائيا، أي يبتدئ بواو أو قد يبتدئ بياء لكنه لا يبتدئ بألف. الواو مثل وجد، وعد، وقف، وضع إلى غير ذلك. يبس وأيضا يئس وغيرهما. إذن الفعل المثال هو ما كانت فاءه حرف علة. أما الأجوف فهو ما كانت عينه حرف علة، والعين هي وسط الفعل، ففاعل الميزان الصرف فعل، الفاء أول الفعل والعين وسط الفعل واللام آخر الفعل. إذن ما الأجوف هو ما كانت عينه حرف علة، مثل قال وعاورة. هذا الفعل المعتل قد يكون ساكنا مثل قال، وقد يكون متحركا مثل عاورة. أما القسم الثالث فهو الناقص، وهو سيأتي شرحه لاحقا. الناقص هو ما كانت لامه حرف علة، أي آخره حرف علة، مثل سعى وسروى. النوع الرابع القسم الرابع اللفيف المفروق، وما كانت فاؤه ولامه حرف علة، أي أوله وآخره حرفي علة، مثل وشا وعا. وشا الأول حرف علة والآخر حرف علة، كذلك وعا. اللفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة، أي وسطه وآخره حرفي علة، مثل عوا وقوي. إذن واضح. بالنسبة لي تصريف الفعل المعتل المثال، يعني النوع الأول في الماضي لا يطرأ عليه أي تغيير، يبقى كما هو، لا يطرأ عليه لا حذف ولا قلب ولا أي شيء. لكن في المضارع تحذف فاءه في جميع الأمثلة، وجد، أجد، يجد، نجد. أين ذهبت الواو؟ حذفت. كذلك في الأمر تحذف فاءه في جميع الأمثلة، جد، جدو، جدنا، أو جدي، أو جدا، لا غير ذلك. إذن فقاعدة الفعل المثال أنه تحذف فاءه إذا صرف في المضارع والأمر. قال تطرأ هذه التغييرات، وليس التغييرات، تغييرات على المثال، يعني الفعل المثال عندما يكون مجردا ثلاثيا واويا مكسور العين وقف يقف، أما دون ذلك فلا يحدث أي تغيير، مثل واصل يواصل. إذن فواصل ليس فعلا ثلاثيا، ما إذا كان غير ثلاثي فلا يطرأ عليها أي تغيير. بالنسبة للفعل الأجرف قلنا بأنه تحذف عينه إذا اتصل بضمائر الرفع المتحركة بضمائر المتحركة أو إذا سكن آخره، وقد يحدث هناك قلب في بعض الحالات سنراها. إذن الفعل الأجوف في الماضي تحذف عينه إذا اتصل بضمائر الرفع المتحركة، واضح، مثل عدت من الفعل عادة، عدنا جماعة، عدنا، عدنا في نون النسوة، وناء الدالة على الجماعة عدنا. في المضارع القلب تقلب الألف واوا، أو يمكن أن نعبر بأنها تعود إلى
أصلها عاد يعود، يعودان، أنتما تعودان، هما يعودان. الحذف في حالتين، إذا اتصل ابن النسوة في المضارع وإذا سبق بأداة جزم. لم يعد، لم يعد، أين ذهبت الألف؟ حذفت. لماذا؟ لأنه سبق بأداة جزم لم. في الأمر تحذف عينه إذا أسند إلى ضمير أنت أو اتصل بنون النسوة، النسوة هو ضمير متحرك، وفي مع أنت هنا سكن آخره. إذا نفس القاعدة التي كررناها أكثر من مرة. خلاصة الدرس ما هي؟ قال الفعل المعتل هو ما كان أحد حروف الأصلية حرف علة. واضح. إذا وجد أي حرف من حروف علة وهي واو، الواو والألف والياء وايون، فهذا الفعل يعتبر فعلا معتلا. هذا الفعل المعتل ينقسم إلى خمسة أقسام: المثال والأجوف والناقص واللفيف المفروق واللفيف المقرون. ما هو الفعل المثال؟ هو ما كانت فاؤه حرف علة، أي أوله حرف علة. الأجوف ما هو؟ هو ما كانت عينه حرف علة، أي وسطه حرف علة، مثل نامة. الناقص وما كانت لامه حرف علة، أي آخره حرف علة، مثل ساعة. اللفيف المفروق وما كانت فاؤه ولامه حرف علة، أي أوله وآخره حرف علة، مثل وعى. اللفيف المقرون هو ما كانت عينه ولامه حرفي علة، أي وسطه هو آخر حرف علة، مثل لوى. إذن إذا كان المثال أو الفعل المثال، الفعل المثال واوية من باب فعل يفعل وضع يضع، أو فعل يفعل وقف يقف، فإن فاءه تحذف في المضارع والأمر. أما إذا كان واوية من غير هذين البابين أو كان مثالا يائيا كيئس فلا يلحقه أي تغيير. إذن يلحق التغيير في هذين البابين. أما الأجوف تحذف عين الأجوف، أي فعل الأجوف، في الماضي والمضارع والأمر إذا أسند إلى ضمائر الرفع المتحركة أو إذا سكن آخره. إذن في هاتين الحالتين اللتين سبق ذكرهما وكررناها مرارا وتكرارا. إذن خلاصة الدرس أن الفعل المعتل هو ما كان فيه حرف من حروف العلة، ينقسم إلى خمسة أقسام: مثال، أجوف، ناقص، لفيف مقرون، ولفيف مفروق. وقد سبق تعريف كل هذه الأنواع وبينا قاعدة الفعل المثال والفعل الأجوف. إذن في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى أو الدرس القادم سنقوم بشرح قاعدة الفعل الناقص. إلى أن ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، دمتم في رعاية الله. سنقوم بإنجاز تمارين هذا الدرس، ولكن قبل أن ننجزها ينبغي أن تنجزوها قبل رؤية التخريج أو الإنجاز. دمتم في رعاية الله.